رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 18 سنة، رئيس جمهورية الكورة زي ما بيتقال عليه دايما، واحد من أهم الأشخاص في تاريخ كرة القدم، واحد من الأسماء الكبيرة جدا اللي أثرت في تاريخ الكورة، واحد من الأسماء الكبيرة جدا اللي أثرت كثير من الجدل، يبقى هو الاسم الأبرز في تاريخ إدارة كرة القدم في العالم، جوزيف سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يا فندم، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون الرسمي المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا لتواجدي معكم في التلفزيون المصري. أنا فخور بتواجدي خصوصا أمام أصدقائي المصريين والتي أحب كرة القدم الخاصة بها جدا. بداية تهانينا على كتابك الصادر مؤخرا أوفر تايم. شكرا جزيلا. وبالتأكيد سؤالي، ما هو الرسالة اللي انت كنت حابب توجهها لجماهير كرة القدم في العالم من خلال هذا الكتاب؟ أردت أن أقول أن كرة القدم هي لعبة عالمية، والآن هي الآن تتابع عن طريق حوالي 2 مليار إنسان حول العالم، وليس فقط لعبة خاصة بمنظمة أو هيئة معينة أو تفرق بين الأعراق أو الأديان أو حدود الدول، وإنما هي لها رسالة أبعد وتستهدف حوالي 3 أو 4 مليارات إنسان في المستقبل. الآن لدينا 2 مليار متابع لكرة القدم، ولكن هناك رسالة أعظم من ذلك. لما نقول هذا عن كرة القدم؟ لأن هذه اللعبة يمكن أن يلعبها أي أحد، يمكن أن يستمتع بها أي أحد، الأطفال من الصبيان أو البنات، الرجال والنساء، الجميع يمكن أن يلعب كرة القدم، ولكن يجب عليها أن تكون لعبة منظمة. هي ليست فقط مجرد كرة، الكرة الآن أيضا تبني مستقبلنا، مستقبل العالم. وثاني أهمية بالنسبة لي هي أن ركل الكرة ليس فقط أمر غريزي، وإنما الجميع يستطيع أن يركل الكرة، ولكن نرى أن الطفل يركل منذ أن كان في بطن أمه، ولكن هو ما عليك أن تفعله أن يكون لديك هدف وأن تكون موضوعي وأن يكون لديك هدف في حياتك. الجميع سواء كان شابا أو كبير في السن يجب عليها أن ينظم أمور حياته، والتي تفعله كرة القدم حتى الآن. وأكثر من ذلك، أعتقد أن كرة القدم تنمي فينا روح الجماعية، فمعا يمكننا أن نفوز، وحينما تخسر لا تكون وحدك، وإنما نكون كفريق، وفي الغد سنفوز معا كفريق. هذا هو الأمر الرائع الاجتماعي والثقافي الخاص بأي حدث خاص بكرة القدم. هذا هو ما جعل كرة القدم أكثر لعبة شعبية في العالم، والذي وصلنا له أن كأس العالم ينظم كل 4 سنوات، وأيضا وما يحدث في إفريقيا وما نراه من الجماهير حينما تنظم أمم إفريقيا. هذا هو ما أريد أن أقوله بخصوص لعبة كرة القدم في الكتاب. وأنا سعيد للفترة التي قضيتها مع كرة القدم ومع جماهير كرة القدم والاتصال، وسعيد بما أفعله الآن لخدمة جمهور كرة القدم.